عليكم. أنا نزيلة بالسجن المحلي عين سبع، نساء جوج، عندي مدة العقوبة دي 5 سنين في التهمة ديال التجارة في الأقراص. احنا اليوم عندنا واحد الحفل خاص اللي نظمته لينا المندوبية لإدارة السجون، واللي جا شرفنا السيد المندوب وبعض الشخصيات اللي يعني جاوا على أساس باش يوريونا شي حوايج على المرأة، اللي ولينا احنا دابا عندنا حقوق، ولاش عندنا حقوق ولينا يعني كنستافدوا من بزاف الحوايج داخل المؤسسة، بحال التكوين المهني، بحال بزاف المسابقات، الأنشطة، يعني ولات حنا عندنا يعني مكانة. هادشي استفدنا من بزاف الحوايج، ناقشوا بزاف المواضيع اللي كيهمونا اللي فرحونا. وأنا دابا كنطلب الله يعني باش نخرج أنا من هاد السجن وندمج مع المجتمع، ونمشي في طريق مزيانة، حيت هادشي لهاد المدة هادي يعني استفدت بزاف الحوايج. أنا دابا كندير التكوين المهني، كان عندي شعبة الخياطة التقليدية، خديت الشهادة ديالها، وأنا هاد العام كندير شهادة ليسيتيك التجميل، وكندير البكالوريا حر. وكنتمنى باش يعني نخرج انا وندمج مع المجتمع ونستافد بهاد الدبلومات ونقرا ونحيد من الطريق هادشي، الطريق اللي كنت فيها، لان ما يعني ما خدامهاش لينا. وكنقول لاي وحده يعني غاده في طريق خايبه انها راه ما كدومش وما دايماش، يعني راه كديم غير الطريق المزيانه، حيت اي حاجه كترجع بالنادم. وحيت لان في الاول في الاخر السجن راه حنا كانت كتمشي كتسلب لينا الحريه ديالنا، وكيتعذبوا معنا والدينا ووليداتنا. وانا ما يعني بغيت ان شاء الله نستافد يعني من شي حوايج، نزيد نكمل باش ناخذ البكالوريا ونخرج ونقرا ونكمل القرايه ونخدم وندير شي حاجه في حياتي اللي ما استغليتهاش من شحال هادي، نستغل يعني ندير، لان المراه حنا دابا كيف يعني اللي كيفاش هضروا لينا اليوم ان المراه راه ولاو عندها بزاف الحقوق، يعني شي حوايج مزيانين اللي فرحاتنا.